الإرهابي بشار يعدل رواتب ضباط وعناصر الأمن الداخلي. حكومة الإنقاذ تلغي عقود الدعم للمعلمين في مدرسة المتنبي بإدلب وتهدد بفصلهم. ميليشيا ما يسمى بتحرير عفرين تتبنى عملية استهدفت نقاط فيلق الشام بريف عفرين. الأمن البولندي يجبر لاجئا سوريا على حمل جثة ابنته ودفعه باتجاه الحدود مع بيلاروسيا. موسكو تحتضن اجتماعا بين وزراء دفاع تركيا وروسيا ونظام الأسد ورؤساء أجهزة استخبارات. لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا المواضيع المتعلقة بقرار مجلس الأمن 2642. تقرير يوثق 1471 انتهاكا ضد الإعلام في سوريا منذ عام 2011. حزب الشعب الجمهوري يطلق حملة عنصرية لترحيل اللاجئين السوريين في تركيا. الليرة السورية تتراجع إلى مستويات قياسية وتسجل 7150 أمام الدولار. 60 نقطة أخبار شام.